ايه القصة بتاعت طريقك امان دي؟ طريقك أمان دي واحدة من المبادرات اللي أطلقتها معالي وزيرة التضامن لمد الحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة. سيادة الرئيس مع كورونا وجه بوضع آلية مستدامة لحماية العمالة غير المنتظمة، وبدأت الدولة تفتح الملف هي مين العمالة غير المنتظمة. العمالة غير المنتظمة هي العمالة اللي ملهاش عقد عمل مكتوب، وملهاش صاحب عمل ثابت، وملهاش أجر ثابت، وملهاش مكان عمل ثابت، واللي تم إدراجهم وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل. بدأنا أول مبادرة، المبادرة الرئاسية لتمكين العمالة غير المنتظمة. أول حاجة الدولة يعني صرفت حوالي 6 شهور دعم للعمالة غير المنتظمة خلال فترة كورونا، صحيح، وده كلف الدولة 6 مليار. ومن هنا بدأنا نفكر إزاي نحط آلية مستدامة، يعني بحيث أنه لو حصل أزمات متتالية أو شبيهة زي الأزمة بتاعت كورونا أو أزمة اقتصادية، إزاي يبقى في آلية تحمي العمالة دي. العمالة دي لو بنبص على حجمها، يعني وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتتراوح من حوالي من 10 ل 12 مليون عامل. فهم حوالي أكتر من 50% من القوى العاملة في مصر عمالة غير منتظمة. بدأ يعني يتم تسجيلهم حاليا خلال فترة كورونا. المنحة ال 500 جنيه المنحة الرئاسية تم تسجيل حوالي زي 6 مليون عامل. بدأنا نشتغل بقى عليهم ازاي بقى نمدل لهم الحماية. هم بيتكونوا من قطاعات كتيرة، يعني زي ما حضرتك اتفضلت قلت عمال المقاولات، وعندنا عمال الزراعة، عمال الصيد، وعمال تدوير المخلفات، وعمال النقل، وعندنا عمال الدليفري او عمال التوصيل، والناس اللي شغاله في بيع التجزئه، والناس اللي شغاله في مجال التزيين، وفي بعض الاحيان زي يعني بعض الفئات ممكن الناس ما تتخيلش ان دي عماله غير منتظمه، زي الفنانين، اعضاء النقابات الفنيه فيهم جزء عماله غير منتظم، المترجمين فيهم عماله غير منتظمه، هو بيشتغل فريلانسر، الاستشاريين اللي برضو شغالين في بعض الجهات سواء الحكومية أو مع القطاع الخاص، ما برضو عمالة غير منتظمة. ممكن يجي يعمل عقد استشاري، ممكن في بعض الأحيان ما يبقى لهوش عقد، وبيبقى الفترة مؤقتة بتنتهي وخلاص، وهو كده مش متأمن عليه. طالما مش منضم لنقابة مهنية مثلا، أو هو واخد ترخيص أو تصريح مزاولة عمل من القوى العاملة، بيبقى صعب ان احنا ندخله على منظومة التأمينات الاجتماعية. ومن هنا بدأنا نشتغل عليهم مبادرة ورا التانية. بدأنا بالمبادرة الرئاسية بر أمان، ودي كانت خاصة بصغار الصيادين. تم استهداف حوالي 42 ألف صياد في حوالي 9 بحيرات داخلية ومحافظات نهر النيل، وزعنا لهم مستلزمات صيد، وفي نفس الوقت كوننا قاعدة بيانات خاصة بها، بحيث انه احنا بنشتغل اهم حاجة بالنسبة لنا دايما قاعدة البيانات. حضرتك من غير البيانات ما تقدرش تقول هو مين مستحق، هو مين يقدر يتم ادخاله منظومة التأمينات الاجتماعية، ومين اللي يقدر يبقى قادر على ان احنا نبدأ نشغله ونعمل له فرص تشغيل، سواء تشغيل لدى الغير او ان هو ينشئ مشروعات متناهية الصغر. فقاعدة البيانات كانت اهم حاجة. خلصنا المبادرة الرئاسية بر أمان لصغار الصيادين، بدأنا ندخل على مبادرة اسمها تتلفف حرير. دي خاصة بدعم صغار المنتجين أو الصانعين بتوع السجاد اليدوي والكليم. وبدأنا المرحلة الأولى إن احنا وزعنا أنوال وخامات، وكمان بقينا ندعم الجامعات الأهلية بمصروفات تشغيل. ثم تالتها بعد كده مبادرة تانية اسمها أصلها مصري، خاصة بالناس اللي عاملين في مجال التزيين والتجميل اللي هم الكوافيرات. وبعد كده أخيرا يعني معالي الوزيرة من حوالي 10 أيام أطلقت مبادرة طريقة كمان، دي لعمال التوصيل. احنا بنبدأ نتواصل سواء مع المجتمع المدني أو القطاع الخاص في ازاي نبدأ ندرس فئات العمالة غير منتظمة، لأنه كل فئة مختلفة عن التانية وليها خصائصها وليها مشاكلها الخاصة بيها. وعشان نبدأ نصمم منظومة حماية ليهم، لازم نتعرف في الأول على المشاكل وتقديرات ليهم، هم بيشتغلوا فين ومنتشرين في أنهي مكان، وفي نفس الوقت ازاي ندخل لهم، لأنه مشكلة ان هم مش منظمين، ما لهمش نقابات خاصة بيهم او تجمعات او حتى ممثلين، ولا حتى ممثلين عنهم نبدأ نتكلم معاهم.
فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نشتغل مثلا مع بر امان الخاصه بالصيادين. اشتغلنا مثلا مع جهاز تنميه الثروه السمكيه والجمعيه التعاونيه لصائدي الاسماك عشان نبدا ندخل لهم مع تتلفف حرير. بدانا نشتغل مع الغرفه الحرف اليدويه في اتحاد الصناعات، وبدانا نشتغل مع الجمعيات الاهليه اللي هي ليها مجال وخبره في هذا المجال. بدانا نشتغل مع شعبه الكوفرات في اتحاد الغرف التجاريه. طريقك امين بدانا نشتغل بقى مع القطاع الخاص. طريقك امين هي الهدف منها ان احنا بنوفر مستلزمات حمايه ليهم، لانه بيشتغل على الطريق وبيتعرض لاصابات عاليه، وخاصه الناس اللي بتشتغل على الطريق السريع فهو بيتعرض لاصابات، فاحنا بنحاول نوفر له حاجه حمايه او سيفتي. وفي نفس الوقت كان ليهم مطالب عديده، ان هم عايزين يتامن عليهم وعايزين ياخدوا تامين صحي او رعايه صحيه، وعايزين يبقى ليهم تجمع نقابه او جمعيه اهليه. وفي نفس الوقت هم محتاجين ان هو يوفر له وسيله انتقال، لانه في بعض الاحيان، وده اللي لقيناه في السيدات، لانه في سيدات اصلا شغاله في هذا المجال، وفي بعض الاشخاص من ذوي الاعاقه برضو شغالين في هذا المجال، فبيبقوا محتاجين دراجه ناريه او يعني سكوتر عشان يستخدموه في الانتقال. فهو ده كانت اهداف المبادره بشكل عام. واهم حاجه دايما في اي مبادره احنا بنبدا نطلقها ان احنا لازم نشتغل على قاعده البيانات. طب ده كلام مزيكا بالنسبه لي جدا يعني، بس يمكن انا هفكر مع حضرتك بصوت عالي. انا اظن ان جزء كبير من الولاد والبنات اللي بيشتغلوا في مهن التوصيل ده محتاجينه هو التامين عليهم ضد الحوادث وضد الاعاقات الجزئيه والكليه وبعد الشر عن الجميع، تامين على الحياه، لانه هو جزء من مهنته بيتعرض لمخاطره ما. فهل ده موجود في رؤيتنا لتامينهم بحيث انه يبقى بجد طريقه امان؟ حضرتك ده هو دلوقتي وفقا لقانون التامينات والمعاشات الجديد، هو يعني العاملين في مجال التوصيل بيختلف هو في انهي شريحه، بمعنى هو بيشتغل ازاي. هو ممكن يشتغل من خلال الابلكيشن، او ان هو يروح لصاحب سوبر ماركت او صيدليه او مطعم ان هو يشتغل. وفي بعض الاحيان الشركات بقى اللي شغاله في هذا المجال بتشتغل مع شركات تعهيد، فهي اللي بتورد لها العماله، وفي الحاله دي بيبقى في عقد. فهو لو هناك عقد موجود وهناك صاحب عمل، فهو بيدخل حاجه اسمها بنقول عليها تامين لدى الغير، وده بيبقى متغطي ضد اصابات العمل والمرض والعجز الجزئي والعجز الكلي، وكمان تامين بطاله. لو هو شغال ومعاه رخصه قياده مهنيه فهو نعتبره يعني صاحب عمل او عامل لدى نفسه، بيتامن عليه برضو ضد اصابات العمل وضد العجز الجزئي والكلي، وكمان بيبقى فيه الشيخوخه اللي هو بتوفر له معاش. لو هو بقى ما عندوش لا رخصه ولا هو عنده عقد، هو كده في الحاله دي عماله غير منتظمه، بيروح يامن على نفسه ان هو عماله غير منتظمه، والدوله بتدعمه بتدفع له حصه صاحب العمل. طيب هيروح فين يامن على نفسه باعتباره عماله غير منتظمه؟ اول حاجه لازم يثبت في البطاقه بتاعته او في الرقم القومي ان هو عامل توصيل. كويس. بعد كده توجه لمكاتب التامينات ويبدا بقى يستوفي الاوراق ويامن على طب نفسه. انا علشان احط في الرقم القومي بتاعي ان انا عامل توصيل، هروح للسجل المدني اقول لهم انا عامل توصيل، هيقول لي حاضر ولا يطلبوا مني حاجه؟ لا، هو حضرتك بتروح لجنه اسمها لجنه الخدمات الاداريه تبع القوى العامله، فهو في الاول هو اللي بيختم استماره الرقم القومي، وبعد كده يروح يطلع الرقم القومي، وبعد كده يروح للتامينات. حلو جدا. يعني دي السلسله، اول اروح القوى العامله وتتختم الاستماره بتاعتي، وبعد كده اروح على السجل، بقى كده عندي بطاقه مكتوب فيها ان انا عامل توصيل، اطلع على التامينات. فساعتها انا كده ابقى اتامن. وفي نفس الوقت احنا شغالين مع هيئه التامين الصحي الشامل، ان دلوقتي بنوعي العماله غير المنتظمه ازاي تتواجه للتامين الصحي عشان يعني تتلقى الخدمات بتاعه التامين الصحي في المحافظات اللي تم التطبيق فيها التامين الصحي. الى جانب هيئه التامين الصحي العام احنا بدانا نتواصل معاهم، وطلع قرار رئيس مجلس الاداره بان هو يغطي العماله غير المنتظمه، فهو لو راح امن على نفسه في التامينات برضه هيتغطى بتامين المرض، وبالتالي ينتفع بالرعايه الصحيه. وساعتها يعني لا قدر الله لو في حاجه حصلت، اتزحلق مش عارف ايه، حد غيط اتكسر عليه، كلام من ده،
هو يقدر يحصل على. وفي حاجة تانية كانت معالي وزيرة التضامن أطلقتها، في حاجة اسمها معاشك بإيدك، ده معاش تكميلي يعني أطلقناه للعمال الزراعة وحاليا أطلقناه لعمال التوصيل. معاشك بإيدك ده معاش تكميلي، هو عبارة عن وثيقة تأمين بتغطي برضو مخاطر الإصابة أو العجز الكلي أو الجزئي، وفي نفس الوقت بتتوائم مع احتياجات عامل التوصيل، بمعنى ان هو ابلكيشن بينزل على الموبايل هو بيشترك فيه، هو اللي بيحدد قيمه اشتراكه وتوقيت السداد بتاع الاشتراك. يعني هو مش مطالب ان هو يسدده كل شهر، هو ممكن يسدده ربع سنوي او نص سنوي او سنوي او كل ثلاث سنين، هو اللي بيحدد، لانه عباره عن حساب ادخاري، كل ما هو يزود الاشتراكات اللي بيدفعها وكده بيحسن معاشه وبيكبره. في نفس الوقت هو اللي بيحدد امتى يدخل يشترك، يعني ممكن يدخل على 18 سنة، ممكن على سن 50 يشترك في المنظومة، وكمان بيحدد امتى سن التقاعد بتاعه، يعني هل يبقى 55 ولا 60 ولا 65، وكذلك بيحدد المدة اللي هو بياخد بيها المعاش. فمعاشك بإيدك يعني معاش تم تصميمه عشان يتناسب مع احتياجات العمالة غير المنتظمة، لأنها بتعاني في بعض الأحيان من نقص سيولة، مش طول الوقت هو متوفر عنده سيولة يقدر يوجهها لاشتراكات التأمينات.